هذا يسأل يقول إذا مات أحد المسلمين في فرنسا أو في بلد كافر هل يدفن فيها؟ نقول يدفن مع مقابر المسلمين. إذا كانت بلاد الكفار فيها مقبرة للمسلمين يدفن فيها، وإن لم يكن فيها مقبرة للمسلمين وأمكن نقله إلى بلاد الإسلام ينقل، وإلا يدفن في مكان منفرد، في مكان منفرد ما يدفن مع الكفار.